شويه شويه عباده زايده، شويه مستحبات زايده، شويه تهجد زايد بالليل، شويه شويه. احنا ما نريدك اول ما تستلم تستلم من 12 بالليل للصبح دق عباده، ها ماكو هيك شيء، بس التكامل مطلوب وشويه شويه. يا مقتدى انت صلي لك ركعتين بالليل، بعدين سويهن اربعه، بعدين سويهن صلاه الليل، بعدين سويهن قران، وهكذا. التكامل العبادي والتكامل الايماني ايضا لا يكون دفعه واحده، وانما على درجات لو صح التعبير، ودفعات. حتى ايش نتمكن؟ نتمكن من ان نملك انفسنا حتى نملك المجتمع. ولا انت ما تكبح نفسك، لا تتصور ان تكبح مجتمعك. مثل واحد عنده عائله صغيره وعائلته والعياذ بالله فاسده، ويريد يجي شنو يهدي مجتمع من الاف او مئات او عشرات او ملايين. كل هذه ما ترهام.